بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. 30 عاماً، 30 عاماً مرت وموسى يدعو فرعون وملأ فرعون، وكانوا يرون كل يوم بأعينهم صدق سيدنا موسى عليه السلام وصدق أخيه هارون عليه السلام من خلال الأحداث الكتيرة الأليمة والابتلاءات الشديدة المفجعة اللي حلت بالقبط آنذاك، من مجاعة وجفاف وبعدين بعد كده فيضان، وامتحنوا بالجراد وامتحنوا بالضفادع وامتحنوا بالقمل وامتحنوا بالدم، وشافوا بعينيهم أن الله تعالى يستجيب لموسى. جربوا ده بنفسهم، كل مرة كان بيقع عليهم العذاب يسرعون إلى نبي الله موسى ويسألونه كشف العذاب عنه، أنت بقى ادعي ربنا يكشف عنا العذاب. فيدعو سيدنا موسى عليه السلام ربه لكشف العذاب فينكشف ويزول، ولكن قلوبهم زي ما هي قاسية، أقسى من أنه تنفتح للإيمان بالله العظيم. أما فرعون بقى فكان أشد قومه قسوة وعناد وإصرار على الجحود والكفر والتكذيب وتكبر وضلال وإضلال، وظل على تجبره ولم يصدق موسى وهارون عليهما السلام. واستمر فرعون في تعذيب بني إسرائيل، يعني كان بالظبط حبس أنفاسهم ومحدد إقامتهم في مصر وأسرهم وبيستخدمهم عنده، وشغال بقى ظلم وقتل وتعذيب فيهم، وليهم أماكن معينة ما يتحركوش منها، وبالتالي هم كانوا في أسر في قبضة فرعون. وبعد كل هذه 30 عاما يعني لم يبقى أمام سيدنا موسى عليه السلام أي فرصة أو أي محاولة إنه يؤمن بفرعون أو قوم فرعون. وعلم سيدنا موسى عليه السلام بطريق الوحي أنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا. ولما يئس سيدنا موسى بشدة من اهتداء فرعون وقومه
وطبعا قلنا ان هو عرف او عرف ذلك عن طريق الوحي، اعتزلهم ولحق بالاحياء اللي بني اسرائيل قاعدين فيها والمنازل بتاعتهم. هم كانوا قاعدينهم كده في اطراف المدينه، المصريين ما كانوش قابلين بيهم في وسطهم، عاملين لهم اماكن محدده، فالاماكن دي في اطراف المدينه قاعدين فيها. فلحق بيهم سيدنا موسى عليه السلام وكان بجوارهم وفي وسطهم. وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وإلى سيدنا هارون عليهما السلام إن هم في المرحلة دي، مرحلة العزلة اللي هم فيها دي، يعلموا قومهم من بني إسرائيل ملة آبائهم سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم الخليل عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبتدوا يعلموهم مبادئ الدين الحنيف. وكمان أوحى الله تعالى إلى النبيين الكريمين إن هم يعد لقومهما الأماكن اللي يتعبدون الله تعالى فيها ويقيموا فيها شعائر توحيده جل جلال الله. فقال الله تعالى لهما كما جاء ذلك في القرآن الكريم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وده معناه إنهم كانوا رحل مش مستقرين في مكان، وما كانش برضو فرعون ولا المصريين قبلينهم يستقروا في مكان، فعلى طول كانوا بيرتحل بني إسرائيل. فبنى بأمر الله تعالى لسيدنا موسى وسيدنا هارون، بنى لقوم أو بنى موسى وهارون لقومهما بيوتا في مصر، حتى ولو كانت متطرفة مش في قلب المدن، وجعلوا البيوت دي موجهة باتجاه القبلة يسكنون فيها ويصلون ويتعبدون فيها أيضا. وأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبالفعل نفذ سيدنا موسى أو نفذ النبيان الكريمان أمر الله تعالى، فجعلوا بيوتهم مصلى يصلوا فيها ويتعبدوا فيها سرا. ليه؟ لما يخافوا انهم يطلعوا يتعبدوا في اماكن العباده بتاعتهم، لانه فرعون كان بيخرب اماكن عبادتهم، مش عامل لهم وجود ولا اعتبار، ولا عايز يعمل لهم وجود ولا اعتبار، وكانوا خايفين جدا من فرعون. فامروا في هذه الحاله ان هم يصلوا في بيوتهم، يعني كانوا في عزله فرضت عليهم بحكم الظروف اللي كانوا عايشينها بسبب بطش فرعون ببني إسرائيل. وفي أجواء هذا المعتزل اللي هم فيه كان سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام يعلمان بني إسرائيل العبادة الصحيحة، مبادئ الدين الحنيف، وبيربوهم على التوحيد الخالص عن طريق الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد، والقيام بالتكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه إليها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام عشان يعلموهم لبني إسرائيل. ثم توجه سيدنا موسى عليه السلام في هذه الأجواء اللي فيها اعتزال وفيها بعد عن المدن اللي فيها المصريين وبعد عن فرعون كمان، سيدنا موسى عليه السلام توجه بشيء إلى مولاه سنعرفه إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضرتكم. توجه سيدنا موسى عليه السلام في الأجواء اللي احنا كنا بنشرحها قبل الفاصل، وهي أجواء الاعتزال، اعتزال سيدنا موسى وقوم سيدنا موسى بني إسرائيل وإنهم التزموا بيوتهم. في هذه الأجواء توجه إلى ربه بالدعاء والتضرع، وهو يرى فرعون وكبراء قومه وسادة، يعني سادة مصر في ذلك الوقت. فتوجه سيدنا موسى بالدعاء إلى ربه إن فرعون والملأ معه يتمتعون بكل زينة من متاع الدنيا وأثاثها وأنواع كثيرة جدا من الثمرات والأموال. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني سيدنا موسى عليه السلام
يكلم ربه سبحانه وتعالى ضارعا مناجيا متعجبا من أحوال فرعون وقوم فرعون، وكأن يعني هو بيقول يا رب أنت فتحت عليهم وديتهم الأموال الكتيرة والمتاع المتنوع والزينة العظيمة، بدل إن هم يشكروك كانت عاقبة هذا العطاء بالنسبة لهؤلاء إن هم استغلوها في الضلال والإضلال والمعاصي وانحرفوا بيها ولم يهتدوا. يعني كأنه كان يجب يعني في دعائه وفي مناجاته هو مستنكر عليهم اللي بيعملوه مع عطاء الله العظيم له، وإنه كان يجب عليهم مع كثرة النعم كثرة الشكر، كان يجب عليهم مع كثرة النعم كثرة الشكر، ومن الشكر صرف النعم في طاعة الله تعالى، لا أن يتحول عاقبة الإنعام إلى الإضلال والغواية من قبل اللي ربنا سبحانه وتعالى إداهم وفتح عليهم، ولأنه أصبحت بقى غايتهم رغم كل النعم اللي هم فيها دي هي إضلال الناس عن دينك. ده الكلام اللي سيدنا موسى بيناجي به ربه، وبيقول يا رب، هو يناجي ربه ويكلم ربه بأنه مع هذه النعم الكثيرة كان لابد من الشكر، مش أنهم يتخذوا النعم سبيل وطريق لمنع الناس من طاعتك ومنع الناس من توحيدك. وبعدها دعا سيدنا موسى عليهم بأن تهلك أموالهم، فقال ربنا اطمس على أموالهم، بعد أن أخبر عن طريق الوحي أنه فرعون ومن معه لن يهتدوا، لن يستجيبوا لدعوة موسى عليه السلام. فلما دعا كده ربنا اطمس على أموالهم، فقال سيدنا هارون آمين. المؤمن طبعا أحد الداعيين، يعني لما أنت تيجي تدعي أو أحد يدعو واحد أو آخر يقول آمين، الاثنين مشتركين في عبادة أو في القيام بالمناجاة وعبادة الدعاء. ودعا سيدنا موسى عليه السلام ربه مرة أخرى، فسأل الله تعالى أن يقسي قلوب فرعون وملأ فرعون، وأنه يطبع عليها عشان ما تنشرحش للإيمان ولا للإسلام، فقال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فسيدنا هارون قال آمين. لقد دعا عليهم سيدنا موسى كل هذا الدعاء الطويل بسبب طغيانهم المفرط وشدة ضلالهم وإضلالهم وتكذبهم سواء لي أو لأخيه هارون عليه السلام. وقلنا إنه قد علم سيدنا موسى عليه السلام عن طريق الوحي أنهم لن يؤمنوا، فاستجاب الله دعاءه هو فاستجاب الله دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا هارون عليهما السلام. وكانت هذه الدعوة من النبيين الكريمين موسى وهارون غضبا لله، غضب لله ودينه، لأنهم شايفين إن فرعون ومن معه مصرون على تكذيبهما. ويؤكد ده ما ذكر من أمر تكذيب موسى في سورة الحج ضمن الأمم التي كذبت الأنبياء والرسل، قال تعالى وكذب موسى، طبعا وما صاحبها من البيان الإلهي الذي جاء عقب ذكر تكذيب موسى وغيره من الأنبياء الكرام، البيان الإلهي اللي نبه به المولى سبحانه وتعالى إلى هذه النوعية من البشر التي لها أعين ترى بها إلا أن العبرة بالبصيرة وليس بالبصر، فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب، فإن العمى بالحقيقة في عمى القلوب التي في الصدور وليس في عمى العيون التي في الوجوه. وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.